امسكوا الواد ده واللي معاه واللي يشوف يقصه. مؤلف كتاب عن الحريه اسمه العقد الاجتماعي لجان جاك روسو. حتى بصوا وهات لي الواد اللي بيشوف الحلقه دي. ولا روسو ولا روسو ولا روسو ولا روسو. كتاب العقد الاجتماعي كتاب عمل قلبان بمعنى الكلمه في اوروبا، لازم يبقى عندك عنه فكره يا عزيزي، وهلخصه لك ببساطه بالمثال والتمثيل وحتى الاغنيه ومش هتنساه باذن الله. الكتاب صغير 203 صفحه من الحجم الصغير، متقسم لاربع ابواب. الباب الاول بيدور حوالين جمله اشتهر بيها الكتاب وهتسمعها كتير، هي يولد الانسان حرا ويوجد الانسان مقيدا في كل مكان. العبيد اللي انت شايفهم دول مولودين في الاصل احرار، زي ما قال عرابي لقد خلقنا الله احرارا. ايه اللي بيخلي المواليد دول مناكيد وعبيد بعد كده؟ بل بعضهم بيعشق العبودية ويختارها بإرادته، زي ما شفنا في كتاب العبودية المختارة. جان جاك روسو قال لك انا عندي الاجوبة دي. الاسرة يا عزيزي اقدم مجتمع عرفته البشرية، امك وابوك وبعدين عيلتك هي اللي ممكن ترضعك الحرية او تعلفك العبودية. والاسرة زي الدولة، فيها راعي ورعية وفيها شبه مع الدولة. عمرك يعني ما شفت ام بتقول لعيالها هاتوا العيدية يا حبايب اشيلها لكم، ولا اب بيستقرض عياله ويقول لهم اصبروا عليا بس 3 شهور بس 6 شهور بس 3 سنين بس اصبروا وسطروا. حتى الاعلام في مجتمعاتنا العربيه لازم تسمع الاغاني دي، ده الرئيس الاب، ماما سوزان، ماما جوهان، ماما برميل، طالما هي السيده قرينته وهو بابا يبقى هي ماما، لان الشعب ده محتاج من يحمي عليه، ولان امك وابوك اقوياء فلازم يحكموك حتى لو هم شمال اسمهم امك وابوك، لو مدمنين مخدرات وسيكو سيكو يحكموك. رصوا بقى في كتاب العقد الاجتماعي شكك في مبدا الحكم للاقوى ده او الحق للاقوى، وقال لا طالما هو حرامي ومنحرف وبيحكمنا بالقوة الغاشمة والحديد والنار والجيش والشرطة يبقى صحيح حاكم بس معهوش حق الحكم، يعني ملوش أصلا شرعية للحكم. هو محافظ على الحكم بالرصاص والسجون، والدليل أول ما هتجيلنا فرصة للعصيان والثورة هنعمل منه كفتة القذافي، بس إحنا الاتنين حاكم ومحكوم صابرين على بعض ومتربصين لبعض. الفرق الوحيد إن الشعوب يا عزيزي ما بتخلصش. واتفقنا الاول في الباب الاول ان مش معنى ان معاك قوه الجيش والشرطه والقضاء ان معاك الحق، ما ممكن كل دول يبقوا معاك وكلهم كده على بعض شله حراميه ولوت واي حاجه ما بترضيش ربنا بتقفوا وراها وبتدعموها. يعني مثلا الصهاينه محتلين فلسطين الحبيبه ومعاهم قوه عسكريه مدعومه من قوه دوليه واقليميه وعربيه، هل ده يديهم الحق في الارض لانهم اقوياء للحظه دي؟ ابدا، القوه لا توجب الحق. ومبدأ روسو هنا عكس ما افتكسته بعض الشعوب الإسلامية من آراء إنك تطيع الحاكم الظالم ذو القوة وإن جلد ظهرك وسرق مالك، لأن ده مع القوة وذو الشوكة، خد بالك ممكن يحط لك الشوكة دي لمؤاخذة في صرصور ودنك، لا تسمع كلامه وتطيعه ولا يجوز الخروج عليه. ولا إيه يا إخواننا الكهنة؟ فالديمقراطية في الأصل حرام، بل منازعة الحاكم في منصبه حرام، وما يدعونه من انتخابات رئاسية باسم الديمقراطية ومنازعة الرئيس في منصبه هو حرام، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا منازعة الحاكم في منصبه الذي هو باق فيه. والرب بيقول دع ما لقيصر لقيصر وما للرب للرب، يبقى احنا محتاجين نجمع الشعب بتاعنا حوالين السيد الرئيس بغض النظر عن حالات فردية، فقرة أو تشرد أو مدارس أو تعليم، إحنا محتاجين نكون جنبه وفي ظهره يا بتوع نيويورك ونيوجيرسي وحتى أقباط الداخل، وافتكروا إن قولة نعم بتزيد النعم. إنما بقى لو جالك حاكم عادل ما بيقهركش بالقوة عادي، ده بقى ممكن تصور عليه وتنكف اللي خلفوه ويجوز الخروج عليه وتسكته لحد ما تجيب حاكم ظالم يقهرك ويجلد ظهرك وتطيعه ويبقى لا يجوز الخروج عليه. كتاب العقد الاجتماعي بقى ما عندوش الكلام ده، وأوروبا كلها قالت للكهنة دول طير انت وش كده، كونك معاك سلاح جاشم ما يمنعش ان انت حرامي، ومعاك 40 حرامي وجوز البرميل الأزرق كمان حرامية. ده جان جاك روس اللي بيقول ايه يا جاك؟ اهدى يا جاك كده شوية يا جاك لو سمحت. وتحت عنوان العبودية صفحة 31 بيقول انه ليس لإنسان سلطان طبيعي على مثله، وبما ان القوة لا توجب اي حق زي ما قلنا فان العهود تظل اساسا لكل سلطان شرعي بين الناس،
انت في الاخر يا حاكم مستمد شرعيتك من عهودك ووعودك، مربوط بلسانك واللي اتفقنا عليه. لو طلعت كذاب، لو قلت هغني الناس قبل ما ارفع الاسعار، وانه مش هيرتفع سعر الدولار، وان بلادنا هتبقى قد الدنيا ومحط الانظار، وكل ده طلع فنكوش، وانك فشار ونهبت فلوسنا واديتها لانتصار وهمي، انتصار وهمي، فنكيش تضحك بيها على الناس، انتصار وهمي لرافع الروح المعنويه، يبقى على حد قول الكتاب بيفقد الحاكم شرعيته اذا فقد عهوده. فاكر شرعية ايه دي البيضة بجنيه؟ وفي نفس الفصل وتحت عنوان العبودية بيناقش جان جاك روسو جملة والله 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 لو ينفع اتباع لاتباع. بيقول روسو، هو في حد حمار يقول كده؟ هل ممكن الانسان يبيع حريته؟ ولا ده مصور ان الشعوب تبيع حريتها مقابل معاشها، يعني تعيش زي البهيمة باكلها وشربها؟ بيقول الكتاب إن تنزل الإنسان عن حريته يعني تنزلاً عن صفة الإنسان فيه، وده اللي خلى الإمام الغزالي الله يرحمه يقول كلمته الشهيرة: الإكراه على الفضيلة لا يصنع إنساناً فضلاً، كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع إنساناً مؤمناً، فالحرية هي أساس الفضيلة. عزيزي المشاهد، الكتاب اسمه العقد الاجتماعي، يعني في عقد مش مكتوب لكن عقد واضح بيننا وبين بعض كشعب وبين الشعب والحاكم، عقد فيه بنود الطاعة المبصرة للحاكم مقابل خدمة الحاكم للوطن والشعب وأداء واجباته والالتزام بتعهداته، ولو أخل ببنود هذا العقد الاجتماعي فهو ليس حاكم حتى لو معاه القوة. فما تقولش الجان لا يجوز الخروج على الحاكم لأن العقد اتفسخ، وده أصلا مش حاكم. الحاكم زي المستأجر اللي بيأجر شقة عندك يا شعب، شقة الإدارة، ولو طلع مدير بقى حمار وخاربها يحق للمالك اللي هو الشعب وفقا للعقد الاجتماعي طرد هذا المستأجر في صورة حاكم هو والقوة اللي معاه. القوة اللي معاه هنا لا تمنحه الشرعية، بل هي قوة احتلال للعمارة اللي هي بتاعتك. تعالوا أقرب لكم فكرة الكتاب من العقد الاجتماعي من المشهد التمثيلي ده. هات فشارك يا عزيزي وشوف اللقطة معايا وبدون إسقاط يا عزيزي لو سمحت. في ايه بس اللي مضايقك واقف وزرابينك طالعه وعينك بتطق شراره؟ ايه اللي مضايقك؟ محتاج الشقه يا سيدي. على عيني وعلى راسي، انا كمان محتاج الشقه. انت مأجر عندي، انا صاحب العماره. طيب يا سيدي ما اختلفناش، وقت ما تعوز الشقه قول لي امشي امشي. يا دكتور انت عقدك انتهى، اتفضل امشي لو سمحت. تصدق كده ازعل بقى؟ لا تزعل ليه، عقدك انتهى، مش العقد شريعة المتعاقدين؟ العقد شريعة المتعاقدين، وانا بقولك دي مش محتاجة عقدك اصلا، ولا عقد ولا اي حاجة ولا اوراق ولا في اي وقت في اي لحظة في اي ثانية. قول لي امشي امشي. ما انا بقول اهو امشي. صدق كده ازعل بقى؟ طب اعمل ايه معاك يا دكتور؟ بقالنا 3 سنين بنتكلم في الموضوع ده. لا لا ازعل منك، انت احس انت بتقول الكلام ده من ورا قلبك. لا والله مش من ورا قلبك. لا صدقني من ورا قلبك، انت مش واعي انت بتقول ايه. كان يوم ملوش ملامح يوم ما جبتك في الشقه دي. يا سيدي قول لي امشي امشي، انت معصب نفسك ليه؟ لا كرامتي ولا اخلاقي ولا انسانيتي ولا ضميري يسمح لي اقعد فيها ثانيه واحده لو قلت لي امشي. كويس جدا، وانا بحترم في حضرتك الحاجات دي، لو سمحت يا دكتور امشي. تصدق كده ازعل بقى؟ لا اله الا انت بجد؟ يا ربي لا ازعل. يا دكتور انا راجل مريض، انت عارف ان انا عامل دعامه قريب. الف سلام عليك، عملت ايه فين؟ الله يسلم عليك. اسعارها غليت وفي دكتور هنا. مالكش دعوه بالدكتور، خلينا في موضوع الشقه، انا محتاجها لو سمحت. يا سيدي وقت ما تحتاجها، مش بكره بعده في اللحظه دي. قول لي امشي امشي قبل ما تخلص الكلمه. هتلاقيني منزل عفشي وبقولك اتفضل يا استاذ، ادي شقتك وامرتك، ما انا كنت ضيف عندك. شكرا. يعني سمعت. انا لو قلت لك امشي هتمشي؟ فوري في لحظتها امشي. صدق كده زعل بقى؟ خلي بالك انا ممكن اجيب بلطجيه واطلع انزل لك العفش ادغدغه وادغدغك انت كمان ونخرب العماره. طيب اكتر ما هي خربانه. ليه يا ابني كده تكلف نفسك ونخربها ونهدها ونقلق الناس ليه؟ ده انت بكلمه قول لي امشي امشي. ده العقد شريعة المتعاقدين، ده عقد اجتماعي بيني وبينك، وانا مأجر عندك، ده نضيف، قول لي امشي امشي امشي. هو انت لما اخوك يتصل بيك من السعودية يقول لك ده انا بقى لسه بتعشى اهو تعالى كل معانا، بتاكل تركب طيارة وتقطع فيزا وتروح للسعودية تتعشى معاه؟ ولا ده كلام ابن عم حديد؟ يعني انت قصدك ان انت تشتغلني يعني؟ دلوقتي امك لما تقول لك انا سايبك بالبيت وماشي ومش راجع لكم بتمشي ولا كلام وبترجع تاني؟ طب اعمل ايه معاك طيب؟ انا بقولها لك بمنتهى الوضوح، ومع ذلك أيوه. ومع ذلك قدام الناس كلها اهو الاحساس، لا كرامتي تسمح لي ولا اخلاقي تسمح لي ولا شرف، وانا عايزك تبقى قد كلمتك وتتفضل تمشي. شدك كده ازعل بقى. وبعدين معاك يا دكتور احنا هنفضل في الموضوع ده كتير. ازعل بجد؟ لا لا ازعل. طب اعمل ايه معاك طيب؟ انت قول لي امشي امشي في ثانية في لحظة. يعني انا قلت لك امشي هتمشي؟ فوري لو سمحت يا دكتور امشي. انت
تصدق كده ازعل بقى بجد. بقول لحضرتك كده ازعل؟ لا 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 انا راجل مريض، انا راجل مريض لو سمحت اتفضل. ايه ده؟ ده مفتاح العمارة، انا اللي مش هقعد في الشقة، انا صاحب العمارة، هسيبها لك انت يا مؤجر عشان انت راجل بارد ورخم. صدق كنت عايز اقول لك كده بس محرج منك. ده بيقول له زعل هيشيله. طب افرض كما في المثال المتعاقد اكل بالعقد مش عارف يدير، خاربها وقاعد على تلها، نقول له يرحل يعني يمشي يا ليه ما تفهمش؟ يقول لك صدق كده ازعل بقى. طب ايه الحل يا عم رصه في الممحون ده؟ رصه بيقول كده: بطل العقد، تم فسك العقد من طرف واحد، وقابل بقى يا عم، والحق والشرعية معايا انا صاحب الملك الشعب. عشان كده بيعتبر جان جاك روسو وكتابه العقد الاجتماعي ملهما للثورة الفرنسية، بل وككاتب ملهم لأغلب ثورات الحرية في أوروبا. الفلاسفة والكتاب اللي قبل روسو، الكتاب ولود الطبقة العليا، كانوا بينادوا بالإصلاح السياسي، الترقيع يعني لمؤاخذة، في حين ان روسو ابن الطبقة الكادحة ابن الشعب بينادي بالاقتلاع وليس الترقيع، التغيير التام، ضرورة تغيير النظام والدولة ككل. ما ينفعش الترقيع، الترقيع لا هتحافظ على الأصائص ولا هتنتج حاجة تسترك. العقد باطل من أساسه يا بيه. والكلام بالتفصيل في مقدمة الكتاب صفحة 17. الثورة، كلام واضح من ملهم الثورات ومنظرها في أوروبا جان جاك روسو. العقد شريعة المتعاقدين، وبيشرح لك في الباب الثاني ان افرض ان ابن الحرام اللي ما بيعرفش يدير ده، الحمار اللي مش عارف يديرها، تلحم وعاوز يلعب لعبة زي ما بيحصل في دول كتير، يقول لك انا اعمل انتخابات، انتخابات صورية، واجيب 3-4 كواحيل محللين كده ينافسوني، ونمثل بقى ان انا مش قادر عليهم وكده، وفيهم واحد ولا اتنين جامدين قوي لدرجة اني مش قادر اعتقلهم، مع اني معتقل ربع الشعب ورئيس الاركان ورئيس الديوان ومندوب اللجان والاستاذ عمران وام حنان، الا الاتنين دول الوحوش المنافسين ليا اللي في الانتخابات مش عارف اعمل معهم ايه، ونعمل انتخابات وكله بامية ايه انا اللي فزت برضو. شرعية ولا مش شرعية دي يا عم روسو؟ بيقول الكتاب صفحة 69 فصل الحق في الحياة والموت ان برضو العقد باطل يا ويكا وحياة مليكة، لان المتعاقد التاني اللي هو الشعب هنا فاقد الاهلية، مقيد مش حر بالنص اهو. كيف ان الافراد الذين ليس لهم حق التصرف في حياتهم الخاصة يمكنهم ان ينقلوا الى السيد هذا الحق الذي لا يملكونه؟ غاية المعاهدة الاجتماعية هي سلامة الطرفين المتعاقدين. وفي فصل بعنوان الشعب صفحة 71 بيقول: لا يأخذ المشرع الحكيم في وضع قوانين صالحة بنفسها، مفيش قوانين صالحة بنفسها، وإنما يبحث مقدما في كون الشعب الذي يعدها له قادرا على احتمالها أولا، اللي هو الكابوريايا الممحونة كانت بتقول قبل كده: أحط قوانين جديدة وارفع أسعار، لازم الأول إيه؟ أغني الناس. وكلام رص مظبوط بغض النظر عن كذب الكابوريا. شوف مثلا تحريم الخمر في المجتمع أو الشعب المسلم، مستعد لتقبل ده مرة واحدة ولا هيبقى فيه تأهيل وتدريج؟ طب الشعب المقهور المجبور مع الحاكم المستبد الكابوريايا ده نعمل ايه يا عم جان جاك روسو؟ باللفظ وبجرأة شديدة ووضوح شديد في فصل الشعب بيقولك ان الثورات العنيفة هي اشبه بالجراحة اللي هتبعث الدولة من جديد من تحت الرماد وتسترد شبابها من تاني من فك الموت. وبيضرب امثلة باسبارتا وروما وهولندا وسويسرا، كانت ثورات مش مظاهرات. ها خد بالك انا في كل كتب بحطلك تحتها خط عشان محدش يشتغلك، بس بيقول اوعى يا ابني ثورة بدون قائد هتفتتك، اللي هي مقولة أنصاف الثورات أكفان الشعوب، أو اوعى تعمل ثورة ويطلع إعلامهم يقولك إن أجمل ما في هذه الثورة إنها كانت من غير قائد عزيز المشاهد، الشعب اتحرك من نفسه، هم هدفهم يفتتوك، أو يعملوا ائتلاف شباب شيوخ مناضلين الثورة واللحمة الوطنية للنهضة المحلية التكنوقراطية من أجل الحرية في ليالي الحلمية، وشك في الحيط وقفاك ليا، ويعمل لك 300 قائد للثورة. يا عزيزي للثورات الناجحة قائد ومناضلين، تنظيم، إعداد، مناقشات، لقاءات، أهاوي، تدريب، صبر، تنفيذ. يا ريت تراجع قائمة تشغيل اسمها الثورة والمقاومة الشعبية، هسيب لك رابطها في الوصف. الباب الثالث يا عزيزي صفحة 95 بيتكلم عن الحكومة والديمقراطية والملكية وضرورة الفصل بين السلطات، وبيفرض فصل اسمه انحطاط الحكومة صفحة 135. بيقول فيه ان الدولة بتتحلل وتتفكك وتبقى خردة لما تبدأ الحكومة في خدمة عدد قليل بس في الدولة، تعمل مشاريع عملاقة عشان تخدم الناس ولود العملاقة المرتاحين، أما الشقيانين ما لهمش حكومة ولا خدمات، مفيش مستشفيات حكومة ولا مدارس حكومة، دي مجرد مقابر لتجميع جثث الموتى بيسموها مستشفيات ومدارس، اللي عاملين نفسهم عايشين، اللي بياكلوا رجلين الفراخ. والوصف الدقيق اللي أنا لخصته لك في يوتوبيا للراي أحمد خالد توفيق الله يرحمه.
ابقى شوف الحلقة دي يا عزيزي وما تكسلش لو سمحت. يعني الحكومات في الدول المنهارة دي ممكن تعمل منورويل ينقل سمو الأميريل وابن الوزيريل وابن الرجل الكبريل من البحر الأحمر لمطروح كمثال، مع إن أصلاً الناس دي ما بتركبش الحاجات دي وعندها طياراتها الخاصة، لكنها هي فلوس ووزارات مخصصة ليهم لخدمة العدد القليل ده، والباقي بقى اللي هو بيسموه شعب يتحشر في أي ميكروباص وفي الأغلب بيتقلب بيهم من على الكباري اللي بتقع بيهم. أنا بتكلم في العموم يا عزيزي وبدون إسقاطات لو سمحت، ده كتاب بنتكلم في الواسعة. المهم جان جاك روسو في كتاب العقد الاجتماعي بيقولك إن الدولة في الحالة دي انحلت وانهارت بالفعل، واللي حاصل إن الحياة ماشية بقوة الدفع حلاوة روح يعني، وإن الديكتاتور في الحالة دي مش بيدير الدولة، هو أصلا ما بيعرفش يدير، مش عايز يدير، مش عارف يدير، لا عارف يعلم ولا عارف يعالج ولا عارف ينتج، مش لاقي أكل، بيقضيها شحاتها وتسوي الرز وعشان عليك يا رب، ويلبي صيط الديانة دول لراس الديانة دول ويقلب الشعب في الودايع البنكية ويلهط فلوس الأوقاف والتأمينات، مش عشانه، هي باسمه؟ هي في حاجة باسمه؟ ده عشانها هي، لجل هي، لجل هي تعيش، تعيش وتندق لبان، ربنا يخليها لك. منور عم روسو، ما تجيب حتة كده عم روسو من كتابك صفحة 136، خلي القعدة تحلو وتصرفهم عننا. أهو روسو بيقولك في الفصل انحطاط الحكومة، وهنا يقع تغيير عجيب، وهو أن الدولة لا الحكومة تتقلص، وبهذا أعني أن الدولة الكبيرة تتحلل وتتألف منها الدول أخرى مركبة من أعضاء الحكومة فقط، تكون ضد بقية الشعب سيدته وطاغيته. يعني الدولة بيطلع لها دول بتزرع، فيبقى في دولة الشرطة ودي ليها أسلحتها وبزنسها ومستشفياتها وشواطئها ومساكنها ومدارسها ومنتجعاتها وعربياتها، كوميونيتي شرطة كده شبه بعضيته جوه الدولة، واللي يضايقهم يفرموه بالعربية هو يا عياله ويطلع براءة، بس بيشتغلوك بمساعدة دولة تانية خالص شقيقة متعاونة اسمها دولة القضاء الذي لا جبار عليه. وعلى فكرة دولة الشرطة دي بتبيع منتجات للشعب في مراكز أمان لبيع الخضروات واللحوم المجمدة، ابقوا جربوها قبل ما تخلص، وهتخلص قريب بإذن الله، بزنس صغير كده للسمك الصغير مش الحيتان الكبيرة. وفي دولة تانية أكبر من الدولتين اللي فاتوا دول، دولة الجيش أو القوات المسلحة، برضو ليها حدود أراضيها وليها كياناتها المخصصة ليها وشواطئها ونواديها ومدارسها ومستشفياتها وكومباونداتها، كوميونيتي صغنن كده شبه بعضيته. والدول الزريعة الشيطاني دي اللي نبتت من الدولة المنحلة المتعفنة دي، في بينهم بين الدول دي فرق، يعني مواطن دولة الجيش يدي مواطن دولة الشرطة بالجزمة مع انهم دول جيران بعضيهم. المهم ان كل الدول دي بتحكم شعب واحد هو حضرتك. بالمناسبة دولة الجيش الشقيقة برضو ليها منافذ بيع المنتجات لزوم على في الشعب عشان يعرف ينتج لهم، ما هو اصل الدول دي ما بتنتجش، دي بتحكم بس، اسمها منافذ بيع القوات المسلحة، لحمتها حلوة برضو بجربوها قبل ما تخلص، وهتخلص. فالأستاذ جان جاك روسو المحترم بيقول بما إن العقد الاجتماعي باطل وانحل وقوة لا تعني الحق، يبقى أنتوا أصلا ملكوش حق في المؤسسات دي، واللي هي أصلا مؤسسات منهارة، يعني النوادي والشواطئ والمدارس ومنافذ البيع والشركات والمصانع اللي بتبزنسوا منها ومن وراها، دي حق الشعب يا لصوص ولازم نستردها. حرامية اليومين دول بقى قاريين كتاب العقد الاجتماعي وقال لك يا عم دول عاوزين يرجعوا أملاكهم تاني. يا عم مش هنقدر انهم يرجعوا املاك الشعب، لا يا عم احنا نبيعها. اه والله سم بقول لك كده، بقوا بيبيعوا البلد. اكيد روسو لو عايش كان هيعمل تنقيح لكتابه. الباب الرابع يا عزيزي بيتكلم عن الاراده العامه، وده مصطلح في الفلسفه السياسيه وضعه روسو واصبح جزء هام في اعلان حقوق الانسان والمواطن بعد الثوره الفرنسيه. ما هو الكتاب اللي انت بتسمع تلخيصه دلوقتي ده يا عزيزي عمل ثوره كبيره، ويقصد روسو بمفهوم الاراده العامه إرادة الشعب ككل، إرادة جماعية تهدف للصالح العام أو المصلحة المشتركة، وهي على نقيض أو عكس الإرادة الخاصة للأفراد أو الأحزاب أو الجماعات أو الكيانات أي مكان. وهو الكاتب بيوصف ممثلين الإرادة العامة دي إنها صائبة دائما وتهدف للمصلحة العامة دائما، وده طبعا من أوجه النقد الموجه للكتاب. لكن قال حتة حلوة قوي هنا نستفيد منها عن الإرادة العامة دي، وهو بيقارنها بالشورى، شورى الشعب، بيقول إن الشورى مش دائما صائبة لكنها دايما مخلصة. الشورى لا يمكن أن ترشيها لكن من السهل أنك تخدعها، والجملة دي روعة للمهتمين بالجماعات والكيانات والتكتلات والأحزاب والجماعات والحركات والحركات، خصوصا اللي ليها احتكاك بالسياسة. من السهل خداعك لكن مش من السهل رشوتك. عزيزي المشاهد، مفتاح الكتاب هو كلمة الثورة اللي وردت في الكتاب 7 مرات، منهم مثلا في الباب الثاني فصل الشعب وبيقولها بوضوح، وتظهر لي هذه الثورة آتية لا ريب فيها،
شايف الحل في الثورة اللي سماها ثورة عنيفة على فكرة، ثورة تشيل ما تخلي، ده الكاتب اللي بيقول. والكتاب في الفصل الرابع بيختم بعنوان الدين المدني. احنا عارفين ان الكنيسة في اوروبا كانت قمة في السيطرة والتخلف والدروشة وتجديد الشعب والاساطير والخرافات، عشان كده كانت ضدهم حملات الثوار دي، الثوار كانوا ضد الكنيسة، لدرجة ان في مقولة شهيرة عن الكتاب ده بتقول لقد وجدت الثورة انجيلها في كتابات روسو. وحققت الثورة الفرنسية اطروحة روسو ده بعد 30 سنة. عزيزي المشاهد، وزي ما قربت لك فكرة العقد الاجتماعي بمشهد تمثيلي في بداية الحلقة، خليني اقرب لك قوة الارادة العامة دي زي ما سماها روسو، او ارادة الشعب زي ما احب انا اسميها، ان الشعب اذا اراد واتحد هيقدر يغير. اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر. هقرب لك فكرة الارادة العامة دي يا عزيزي قبل ما اسيبك في نهاية الحلقة مع الاغنية اللي بغنيها لك بنفسي، متقمص شخصية الشيخ امام لتقريب الفكرة. وبفكرك قبل الأغنية بأربع حاجات. إني سيب لك نسخة من الكتاب PDF في وصف الفيديو على يوتيوب، أرقامها مختلفة شوية عن اللي كنت بقوله في الحلقة عن النسخة اللي معايا. بفكرك بنشر الفيديو وتوصيله لأصحابك ونشره على جروبات والواتس ووسائل التواصل عشان يعم النفع. بفكرك كمان إنك تشوف تلخيص الكتب اللي فاتت يا عزيزي في قائمة تشغيل كتاب على الطاير. والأهم من ده كله بفكرك إزاي نحول الكتب والكلمات والأفكار من كتب جامدة على الرفوف إلى حياة. لو عاوز تساعد في ده يبقى لو فاضي شوية يبقى تعالى نشرب قهوة في حتة بعيدة، أعزمك على فكرة جديدة وخلي حساب القهوة عليا. عزيزي المشاهد يا أبو الأفهام، أسيبك مع الأغنية وسلام. والحق راجع بكرة لينا، وعرفنا مين اللي خدعنا، هو اللي قال يا نور عينينا ورجعنا واحد واتحدنا بعد اللي شايفينه بعينينا، عمال وفلاح وطلبة ده اتساعدنا وابتدينا، عمال وفلاح وطلبة ده اتساعدنا وابتدينا، نسلك طريق مالوش راجع والنصر هرب من عينينا، نسلك طريق مالوش راجع والنصر هرب من عينينا، والفجر بكرة لينا طالع عينينا. ايه رصاصك على اللي ساجد، سيب الياقوت تمرح في سينا، قفل لنا كل المساجد وامنع كمان صلاتنا بينا، زود رواتب العساكر زود كمان اسعار علينا، قلل المعاش والغي في كادر وكفايه نور يا نور عينينا، واسرق الدعم من المخابز والكهربا ويا البنزينة، واسرق فلوس فاقر وعاجز واشتري لك فيلا في مارينا، واقطع لسان اللي يعرضك واملا سجون بلدنا بينا، واقفل قنواتنا والجرايد وافرض كمان رايك علينا، عمال وفلاح وطلبة ده اتساعدنا وابتدينا، عمال وفلاح وطلبة ده اتساعدنا وابتدينا، نسلك طريق مالوش راجع والنصر هرب من عينينا، نسلك طريق مالوش راجع والنصر هرب من عينينا، والفجر بكرة لينا طالع مهما تسود أفعيني.